اولا انتقاد كتقول انا ما درتش انتقاد ولا شفت الناس يعني قال شي حد شي حاجه. ثاني شيء ما مشيتش باش نرجع، يعني انا كنت كنتكلم على اشياء شخصيه في حياتي، هو على انني كنت غادي في طريقه الحياه ديالي بواحد الشكل، جاء واحد الوقت خديت وقفه للتامل وعرفت بان كاين حوايج اللي غلط اللي ما خصنيش غادي نصبر فيهم. الواحد غادي في السن كيكبر، فبالتالي كترجع الاصل ديالك، كترجع لتربيتك، وهذه قناعات شخصيه. اما بالنسبه لداكشي اللي كان كيتنشر فاغلبيته باش ما نقولش كله كان كذوب. اما انا فعملت حوار واحد في ذاك الوقت، واحد اللي عملته مع الزمير دوار رمضاني في قفص الاتهام، وتكلمت واشياء اللي بغى ياخذهم عندي الناس ما ياخذوش شنو كيكتبوا المواقع، لان داكشي كيكون كذوب، ياخذوا انا شنو قلت، والحاجه الوحيده اللي قلتها راه كاينه تما. فبالتالي مشيت وجيت وما عرفت فين كنت، وهذا حتى حاجه من داكشي ما كاين منها. الان باقي انا بالقناعه ديالي هي وانني كنعمل البرامج. انا هذه عام ونص كنعمل برنامج سياسي، كنصادف فيه وزراء وكنصادف فيه الامناء عميد الاحزاب، كنصادف فيه فاعلين اعلاميين ورؤساء مؤسسات اعلاميه و و و و وانني كنعمل الان برنامج فني، ماشي ما كنعملش انا بعدا برنامج فني، ولكن كنعمل مثلا لا ماتينال، فكنعمل نصادف كما كنصادف فنان، نقدر نصادف رياضي، نقدر نصادف سياسي، بالعكس. المهم هو المعالجه كيفاش كتعالج، وحتى ديك المسائل اللي كنت انا صرحت بها فكنعاود نقولها. انا صراحه كنهضر على حياتي الشخصيه اللي كنتكلم بها، وهذيك القناعات باقا عندي لدابا الحمد لله. ما كنكمي، ما كنشرب، كنصلي صلاتي في الوقت، وهادشي هذا غنبقى غادي عليه الى غايه اخر يوم في حياتي باذن الله. فهذه قناعاتي. كاينين الناس اللي مثلا في الاعلام ولا في الفن ولا هذا كيروجوا القيم ديالهم، قيم كيسموا مثلا قيم الحداثه ولا قيم الحريات الشخصيه ولا الفرديه، هما حرين، كل واحد حر في نفسه، كيروجوا هذيك القيم. كاين اللي كيروج تعطي كذا ولا كذا، هو حر في داكشي اللي كيروج. انا كنروج القيم اللي انا مآمن بها. انا مآمن بان الانسان خصو يكون كيصلي، مآمن الانسان انه خصو يكون ما يكذبش، ما يكونش كيشرب، ما كذا ما كذا، هذه اشياء انا مآمن بها. فبالتالي الا روجت ليها فكنروج القناعات الشخصيه، ما عندها علاقه لا بفن لا بهذا، بالعكس. لا 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 لا. الفن هو شيء جميل وراقي وسامي، ولا يختلف اثنان بان ملي كيكون الفن هابط اي واحد فهو غادي يتكلم عليك كفن هابط، ملي كيكون الفن راقي فهو غادي يتكلم عليك كفن راقي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.